23 تشرين الثاني الانترنت كان كحيان، هلا عم برجع اسجلها بالبيت لحالي وبنزل لكم اياها على اليوتيوب. اوكي، فاذا كنا عم نقول انه اذا في عندي هون شقف ارض كلهم على قد بعضهم، دنم 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 ماشيين، بس ماشي الحال، بس هون على الساحل، هون ساحل وهون عندي جبل، ونحن قلنا انه في عندي يعني زراعتين ممكن ازرعهم يلي هن القمح والتفاح. وعم بفرض هون شغلة انه انا زرع الاراضي كلياتهم تفاح، طبعا بما انه هون جبل رح يكون انتاج التفاح كثير منيح، بس لما يكون هون على الساحل هون او هون رح يكون انتاج تفاح سيء. اوكي، طبعا كل ما طلعت على الجبل اكثر كل ما كان انتاج التفاح احسن. هلا السؤال اللي انا بساله عادة، بما انه عم نحكي عن سلعتين تفاح وقمح، اذا بدي هلا ازرع اني قمح، اي شقفة ارض بدي بلش فيها؟ اكيد بدي بلش بشقفة الارض رقم واحد. ليه؟ لانه هاي احسن شقفة ارض مشان ازرع فيها تفاح، عفوا احسن شقفة ارض لازرع فيها قمح. طيب اوكي، طيب هلا لما ازرع هون قمح قديش بدي اخسر تفاح؟ بخسر شوي بس لانه الانتاج تفاح هون تعبان. طيب فاذا هون كلفة الفرصة البديلة للقمح منخفضة. هلا اذا بدي ازرع قمح زيادة، وين بدي اروح؟ علي شقفة ارض بدي اروح على شقفة ارض رقم اثنين، بس ولكن هون كمان بدي اخسر تفاح، ماشي الحال، بس انا بعرف انه الارض رقم اثنين احسن من الارض رقم واحد للتفاح، معناتها انتاج تفاح باثنين احسن من واحد، معناتها بشقفة الارض رقم اثنين لما بدي ازرع قمح بدي اخسر تفاح اكثر، معناتها كلفة الفرصة البديلة للقمح هون عم بتزيد، وهكذا دواليك. فاذا هون كلفة الفرصة البديلة شوي، هون عم بتزيد، هون عم بتزيد اكثر، هون عم بتزيد اكثر 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 اكثر، وهون بعرف بستنتج ليش عادة كلفة الفرصة البديلة بتزيد لما بدي انتج من سلعة معينة اكثر واكثر واكثر. وهذا بيصير عنا بكل حالاتنا بكل الموارد اللي عنا نحن. على طول في عنا شقف أرض بتصلح لإنتاج سلعة معينة أكثر من إنتاج سلعة معينة. أوكي، خدوا هلأ إذا بدنا ناخد نحن التخصص، إذا هلأ في ناس بتحب تروح تدرس بيولوجي، وفي ناس بتحب تروح تدرس إدارة مثلا رياضيات، بيولوجي ورياضيات، اللي بينجح بالرياضيات مش معناتها بينجح بالبيولوجي، واللي بينجح بالبيولوجي مش معناتها بينجح بالرياضيات، ماشي الحال. بس انا اذا قلت له واحد نحن بحاجه لناس اكثر يدرسوا رياضيات، مين بده يجي لعنا يدرس رياضيات؟ جماعه البيولوجي. طيب شو بيكون انتاجيتهم هول؟ اوكي، بتكون انتاجيتهم منخفضه بالبيولوجي، بس ولكن بدي اياهم يدرسوا رياضيات، كون انا خسرت كثير رياضي، كثير خسرت بيولوجي، بس ولكن ربحت شوية رياضيات، لأنه هول اللي بينجح بالبيولوجي مش أكيد بينجحوا بالرياضيات، معناته أنا ربحت شوية رياضيات وخسرت كتير بيولوجي. عم بعطي كمثل، بالتالي هذه أمثلة بسيطة جدا أنه نحن شو ممكن نعمل، أنه ليه واقعيا على الأرض كلفة الفرصة البديلة عم بتزيد لما يزيد الإنتاج، وهذا فسرت لنا ليش بيكون هون هذا مقعر. هلأ يعني مش انه يعني عم نقول نحن انه لما يكون مقعر انه بيكون عندي كلفة تزايد كلفة الفرصة البديلة. هلا سألنا سؤال كمان نحن بالمحاضرة، انه طب اذا طلعت، اذا جيت من هون عملنا لحساباتها هذه بالمحاضرة اللي قبل لهون عم نلاقي انه كلفة الفرصة البديلة للقمح عم بتزيد. طب لو عملنا بالعكس، يعني إذا طلعت أنا من الإي للدي ومن الدي للسي ومن السي للبي، هل كلفة الفرصة البديلة بدها تزيد؟ الجواب هو إيه، أكيد بدها تزيد. كيف بدنا نعملها؟ بدنا نفرجي عليها هون على هاي. طيب باخذ عندي، رح أفرض أني عندي انتقال، رح آخذ نقطتين بس، من الإي للدي، وبرجع بدي اعمل من الدي للسي. من الاي للدي شو بتساوي كلفة الفرصة البديلة؟ هلا انا عم بحكي اني عم بطلع طلوع، كلفة الفرصة البديلة ما بتساوي دلتا واي على دلتا اكس، لانه الدلتا اجريك على دلتا اكس هي البونت، هي مش هيك؟ انا ما بدي اجيب البونت هلا، ماشي، بدي اطلع من الاي للدي، معناتها
دلتا اكس على دلتا إجريك، هذه كلفة الفرصة البديلة، يعني عكس الباوند، لأنه عم برجع أرجوعني هون. تعطيني هون إتيكال أي إكس دي موا إكس أو على إجريك دي موا إجريك أو. بحسبها هاي، الإكس دي هي 500 ناقص 550 الإكس أو، مش هاي، على إجريك دي 400، إجريك أو بيساوي 300. فمثلا 500 ناقص 550 ناقص 50، 400 ناقص 300 100، بيعطيني ناقص 0.5. هاي شو معناتها؟ معناتها كلفة الفرصة البديلة لإنتاج وحدة إضافية من الذرة يساوي يساوي قديش؟ بدنا 0.5. طيب هلا بدنا نعمل من الدي دي للسي، دي للسي كمان بدي اعمل دلتا اكس على دلتا ايجريك اتيجر اكس سي مو اكس دي على ايجريك سي مو ايجريك دي. الاكس سي عندي بهالحاله اتيجر لتروسع كتروفان 380 ناقص اكس دي يلي هي 500 على إجريك سي يلي هي 510 ناقص 400. 380 ناقص 180 بيعطيني تقريبا 120 ناقص 120 الإجريك سي مع إجريك دي بيعطيني 110، يعطيني ناقص تقريبا ناقص 1.09. أوكي، فإذا أنا عم شوف هون إنه كلفة الفرصة البديلة كمان عم تطلع، كان بالأول 0.5 وصارت 1.09. فإذا سواء زدت كمية الذرة ولا زدت كمية القمح، بالحالتين كمان عم بتزيد كلفة الفرصة البديلة. في كف الإكزرسيس فيكم تكفوه أنتو، أنا عملت هون من الأو للدي وهون من الدي للسي، فيكم أنتو تعملوا كفو من السي للبي وتشوفوا إنه رح تطلع كلفة الفرصة البديلة كمان بعد أكثر من 1.09. ماشي الحال؟ سؤال صغير أنا بس هيك بسألكم إياه بس مشان تتأكدوا إنه عم تفهموا. عفوا هون، إذا حدا بيسألني طيب على هذا المنحنى قديش كلفة الفرصة البديلة للذرة؟ 0.5 ولا 1.09؟ أي وحدة منهم لهول كلفة الفرصة البديلة لما بدي أزيد إنتاج لما بزيد إنتاج القمح، عفوا لما بتزيد إنتاج الذرة، أيها كلفة الفرصة البديلة؟ هل هي 0.5 ولا 1.09؟ شو بتجاوبوا أنتم بهذه الحالة؟ أنا برأيي هلا وقفوا لي شوي الفيديو وفكروا بالموضوع شو بدكم تجاوبوا، رح أعطي الجواب أنا. طبعا كلفة الفرصة البديلة بهذه الحالة حسب وين، إذا كنت أنا طالع من الـ أو للـ دي كلفة الفرصة البديلة بتكون 0.5، وإذا كنت طالع من الـ دي للـ سي كلفة الفرصة البديلة بتكون 1.09. ما هو نحن لما بلشنا قلنا ميزتوا هذا المنحنى إنه كلفة الفرصة البديلة مناش ثابتة، يعني بتتغير. عرفت هيك؟ محل ما بكون، حسب محل ما بكون بتكون كلفة الفرصة البديلة. طيب خلصنا من هون وشرحنا ليش. هلا هون بس نقطة صغيرة، مرات بقول سمي كلفة الفرصة البديلة أيضا بسميها بالميل الحدي للتحويل، كلفة الفرصة البديلة بسميها بالميل الحدي للتحويل marginal rate of transformation to marginal de transformation تو مارجينال دو ترانسفورماسيون. هلا في ناس سالوني ليش بدنا نعملهم بالفرنسي او بالانجليزي، يعني اول شيء لازم نتعلمهم، لانه اول شيء اذا بدنا ندور عليهم على الانترنت ندور نعمل بحث عليهم ما بنلاقيهم بالعربي، شوي صعبين بالعربي، هذه أول نقطة. بالإنجليزي وبالفرنسي بضلوا بنلاقيهم أكثر. النقطة الثانية، في ناس عادة عندكم بدهم يكفوا ماجستير ماستر ودكتوراه، بهمهم يعرفون لهالشغلات هون. شو يعني كلفة الفرصة البديلة؟ بنسميها الميل الحدي للتحويل، لما نكون نحن عم نحكي عن
منحنى إمكانيات المجتمع. يعني أنا عم بحكي عن لبنان، بلبنان إذا بدي أنا زيد مثلا عدد إنتاج الكهرباء، شو بخسر بالمقابل مثلا؟ هذا بسميها هذا منحنى إمكانيات الإنتاج للمجتمع، وكلفة الفرصة البديلة ساعتها بسميها بالميل الحدي للتحويل. طيب شو فيني شوف على منحنى إمكانيات الإنتاج هذا المقعر أو المحدب؟ صار فيني شوف عدة شغلات، في منهم شفناهم في منهم بدنا نشوفهم بعد. أول شيء تزايد كلفة الفرصة البديلة. ثاني نقطة الكفاءة في الإنتاج، هلا بنحكي عنها. ثالث نقطة بدنا نحكي عن المزيج الكفؤ في الإنتاج. بدي أحكي كمان عن النمو الاقتصادي، وبدي أحكي عن تطور التكنولوجيا. كلهم هول فيني شوفهم على منحنى إمكانيات الإنتاج. سواء كلهم شوفهم على منحنى إمكانيات الإنتاج، شو ما كان جالس، سواء كان هيك والله سواء كان هيك. إلا هاي تزايد كلفة الفرصة البديلة ما ببين عندي إلا هون. وإلا هول الأربعة نقط ببينوا عندي هون، ببينوا عندي إذا كان المنحنى هيك. طيب خلينا نشوف نحن الكفاءة في الإنتاج. الكفاءة في الإنتاج شرحناها، قلنا إنه هون بيكون في عندي كفاءة في الإنتاج، هون في عندي كفاءة في الإنتاج، هون في عندي كفاءة في الإنتاج، هون ما في عندي كفاءة في الإنتاج بتكون البطالة عالية أو بتكون ما عم بستعمل موارد تعولتي بشكل كتير جيد. على النقطة F هو يا ريت في أوصل لهذه النقطة بس، ولكن ما بقدر أوصل له. على فكرة بالنسبة لهذه النقطة اللي هون، النقطة D والE، هذه عندنا بلبنان كتير موجودة. يعني خليني أقول لكم شغلة، أنا مجرد إذا نحن قاعدين بالسيارة وصرنا نقصص بزر ونكب على الشارع لبرا، أو عم نكب زبالة تعودتنا لبرا، ماشي الحال؟ لاحظوا إنه هذا العمل هو عمل غير كفؤ، وهذا أنا عم بعمل لا كفاءة في الإنتاج. ليه؟ لأنه أنا عم بستدعي، عم خلي البلدية عندي تحط موارد زيادة لتنظف، وأنا ما بيكلفني شيء إنه الوسخ اللي عندي بالسيارة أحطه بكيس عندي بقلب السيارة. بكل بساطة لما زدتهم لبرا بصير بدي موارد زيادة مشان تنظيف الشارع، مش هيك؟ بقى أنا بحطه عندي بكيس بالسيارة، ما بدي المول، ما بيكلفني شيء زيادة. هذه نقطة. خدوا نقطة تانية، وهذه ملاحظة ببلادنا على طول كمان، إنه إذا في عندي هون عندي موقف سيارات، وبتلاقوها كتير لما تروحوا على المواقف السيارات بتكون هون موقف، أوكي، هذا المفروض يساع سيارة 2 3 4 5، أوكي. تيجي أول سيارة مثلا بتوقف هون، تيجي ثاني سيارة بتوقف هون، هذا المفروض الباركينج يساع 5 سيارات. بيجي واحد أبو رامبو هيك قبضاي مجلوق يوقف لي سيارته هيك، بتشوفوا منهم كثير هون. الخامس بيجي بلاقي، طيب أنا هون بهالحالة ليك شو اللي صار عندي، بدل ما أنا صف 5 سيارات صفيت 4 سيارات. هذا ما استعملت موارد الكفاءة بالإنتاج، الموارد تعولي بشكل كفؤ. على تلك البلدية اللي برا البلديات بصفوا ضبط لهذا. طيب فإذا نحكي عن الكفاءة في الإنتاج فرجينا عليها هيك، ماشي الحال. طيب هلأ في عندي شيء بسميه مزيج الإنتاج الكفؤ، مزيج مش الكفاءة في الإنتاج، عندي المزيج الكفؤ. طيب وهون لاحظوا لي شغله، شو حطيت هون؟ حطيت لنفرض أن الناس تحب الحلويات، لنفرض أن الناس تحب الحلويات. طيب في عندي هون أنا في عندي فرضيتين، في عندي فرضية أنا عم بنتج سلعتين، السلعة الأولى سكر شوجر، والسلعة الثانية بيتزا. طيب نحن إذا عندي الناس أنا بتحب الحلويات، وين لازم نكون؟ طبعا هول النقط ما في كفاءة، هول نقط، هذه النقط اللي هون ما في كفاءة، وهذه ما في أوصل له. بس بدي إشي أني هون على منحنى إمكانيات الإنتاج، أنا وين لازم أكون؟ على أي نقطة؟ هل بكون مثلا على النقطة بي ولا بكون على النقطة سي؟ أيها أحسن؟ فيكم تجاوبوا؟ حدا بيقدر عنده جواب؟ وقفوا الفيديو فكروا شوي وارجعوا كفوا. بما أنه العالم بتحب الحلويات أكيد النقطة سي هي أفضل، لأنه هون عم بنتج كتير سكر، بينما على النقطة بي ما عم بنتج كتير سكر. أوكي، الـ A أحسن من B والـ C أحسن من الـ A. أوكي، فإذا في عندي هون
كلما نزلت نزول هاي بيكون عندي مزيج الانتاج بيكون عم بيكون كفؤ اكثر. ليه؟ لانه بكون عم سيد انتاج السكر. طيب تصوروا انتم بمجتمع مثل دولة مثل السعودية مثلا قاعدة عم بينشوا مثلا فرو، انه شو إلها معنى بالسعودية عم ينشوا فرو؟ عم ينشوا فرو ونفط. هلا عم بفرض انه ما في تصدير بس ما إلها طعمة. او تصوروا بدولة مثل الجزائر مثلا، ما في، دولة الجزائر كلها مسلمين 100% تقريبا، عم ينجوا لحوم خنازير، انه شو إلها معنى هاي كمان؟ بالتالي المزيج الكفؤ هو ما يتناسب مع حاجات الافراد، مع ما يفضله الافراد. فاذا شو صرنا حاكين هون؟ صرنا حاكين عن تزايد كلفة الفرصة البديلة، صرنا حاكين عن كفاءة في الإنتاج، صرنا حاطين عن مزيج الكفؤ. أوكي؟ طبعا هون بالنسبة للكفاءة في الإنتاج ما بدي أنسى إنه اللي جوا بيكون في عم نحكي عن بطالة كمان. حكينا عن المزيج الكفؤ، هلا بدي أحكي عن النمو الاقتصادي، وهلا بدي أحكي عن تطور تكنولوجي. طيب النمو الاقتصادي مرات بكون على النقطة A بصير على النقطة A2، مرات تكون على نقطة B بصير على نقطة B2. يعني بالأول بيكون منحنى إمكانيات الإنتاج عندي هيك، أوكي، بيصير منحنى إمكانيات الإنتاج عندي هيك، أوكي. بدي أوقف شوي بس. اوكي، فاذا كنا عم نقول انه انا بكون على هذا منحنى امكانيات الانتاج، وممكن اني اطلع لمنحنى امكانيات الانتاج الجديد لهون. شو اللي بيخليني اطلع لمنحنى امكانيات الانتاج الجديد لهون؟ في عندي اكثر من عامل ممكن يخليني اطلع لهذا المنحنى. واحد، ممكن يكون في عندي ازدياد باليد العامله، صار في عندي عمال اكثر بالبلد، ماشي الحال. ممكن صار في عندي ازدياد اكثر براس المال، صار في عندنا مكانات اكثر. يعني اذا عندنا بلبنان مثلا صار في كهرباء احسن، صار في انترنت احسن، بنقدر نعطي دروس بشكل افضل وبشكل اكثر كمان. وصار في عندي تطور تكنولوجي، تطور تكنولوجي طبعا بخلينا انتج اكثر وبصير اسرع اكثر بالانتاج. هلا طبعا واحد بده يقول طيب وين التطور، هل يعني وين اثر تطور تكنولوجي بس هيك بانه اثر تطور تكنولوجي بيعلي هذا المنحنى؟ كمان اثر تطور تكنولوجي فيه يشوفه بطريقه تانية. خلينا نفرشكم عليه هون على الرسم الثاني هون. عندي اذا كان هذا منحنى امكانيات الانتاج مثلا، وعندي هون مثل ما كنا عم نحكي قمح او ذرة، صار في عندي مثلا تطور تكنولوجي، عملنا ديفلوبمنت، يعني طورنا السماد الكيماوي تاع القمح مثلا، صرنا نقدر ننتج قمح بشكل افضل من الاول، اكثر من الاول. يعني هذا الكيماوي اللي انتجناه جديد صار منيح للقمح، بس مش ما بيأثر شيء على الذرة. بيتأثر عندي هون المنحنى امكانيات الانتاج، طبعا بيتأثر، بصير في عندي هيك. يعني إذا حطيت كل الموارد لأشيل القمح بصير عندي إنتاج أكثر من القمح، بس إذا حطيت كل الموارد مشان إنتاج الذرة بعدني عن ذات النقطة. أوكي؟ بس ولكن صار في عندي مجال إنتج أكثر من الأول من السلعتين. ماشي الحال؟ هذا نتيجة تطور تكنولوجي. ممكن يكون تطور تكنولوجي لاثنين سوا؟ أي طبعا ممكن يكون لاثنين سوا. ممكن يكون بشكل متفاوت، يعني ممكن يكون هيك. حسب اي قطاع عم يصير فيه تطور تكنولوجي اكثر، ممكن يكونوا اثنيناتهم مثل بعضهم. جيد، شوفوا هذا الرسم اللي هون. هون عم يقول لي النمو الاقتصادي، طلعوا شوي هون بالاول عند الرسم اللي بالليلكي بالموف، هو هاي اللي بالموف هون هي منحنى امكانيات الانتاج الاساسي. واحد اثنين، اذا بتطلع شو في على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس، هون في عندي كابيتال جودز، يعني سلع راس ماليه، سلع راس ماليه يعني سلع انتاجيه. يعني نحن عم نركز اكثر على انتاج السلع الراس ماليه
وهون عم نركز أكثر على إنتاج سلع استهلاكية. لما أقول إنتاج سلع رأسمالية يعني عم نبني بنية تحتية أكثر، عم نجيب مكانات أكثر. أوكي، لاحظوا ممكن أن يكون على النقطة بي عم ركز معظم مواردي للسلع الاستهلاكية وشوي شوية موارد للسلع الإنتاجية الرأسمالية. إذا كنت على النقطة أي عم حط كتير موارد على السلع الرأسمالية وشوية موارد على السلع الاستهلاكية. شو بيصير عندي هون؟ بعد 10 سنين مثلا النقطة، إذا كنت هون، إذا أنا هون بعد 10 سنين بصير على هذا اللي هون. بينما إذا كنت على النقطة A بعد 10 سنين بصير على هذا اللي هون، على هذا بصير في عندي نمو أوسع أكبر. ليه؟ لأنه عندي كنت على هون على هاي النقطة كثير عم ركز على السلع الرأسمالية، بالتالي صار في عندي نمو أكبر بالمستقبل. بينما هون بهذه الحالة اللي هون كثير عم ركز على السلع الاستهلاكية، بالتالي صار في عندي نمو بطيء. هذا شو بيقول لي؟ شو معناته هذا اللي هون؟ عم بيقول لي إذا كنت على النقطة بي معناتها أنت كثير عم بتركز على الاستهلاك بالحاضر، كثير عم تركز على الاستهلاك بالحاضر، بالمستقبل رح يزيد استهلاكك بس مش ضروري كثير. بينما بالنقطة أي لا، أنت مش عم تستهلك كثير بالحاضر، يعني عم تعمل ادخارات أكثر، عم تعمل استثمارات أكثر، عم تركز أكثر على السلع الرأسمالية، منشان بالمستقبل يصير في عندك نمو اقتصادي أعلى وتقدر توصل لمرحلة إنتاجية أعلى. إذا بأخذ أنا عندي مثل هون، هذه على طول بيعطوا مثل الصين مثلا أو هونغ كونغ، وهذه أمريكا. ممكن أمريكا كانت هون، هذه اليو اس اي. طبعا عندي هون سلعة استهلاك وهون رأس مالية، رأس مالية، وعندي هذه هون، هذه أمريكا، هذه الصين، وهون الصين لكن كان عندها أقل. بس أمريكا كثير بتركز على الاستهلاك، بالتالي بعد 10 سنين طلع شوي صغيرة لهون. الصين لا، ما بلشوا من هون، كثير ركزوا على بناء البنية التحتية، بعد 10 سنين صار في عندهم نمو كثير عالي. أوكي، طبعا هون في عندي سلع رأس مالية. جيد، فهون الواحد بده ينتبه لهذه النقطة، المواضيع إنه مش بس انه عندي كفاءة بالانتاج كون هون، على اي نقطة بدي يكون هون كمان هذه لها معنى. تذكرت بدنا نروح هلا على اسئلة الاقتصادية اللي نحن سألناهم باول الفصل. اذا بتتذكروا منيح كان في عنا اول الفصل، إذا تتذكروا ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج. بالأول لما كان سامي لحاله كان يقول أنا بدي أنتج هون، وعم يستعمل تكنولوجيا تاعته، شايف؟ كان يقول بدي أنتج 80 ب80، عم يستعمل تكنولوجيا تاعته وعم ينتج لإله هو. بينما هلا لما قرر التبادل التجاري كان هو عم ينتج هون، قال لا أنا هلا صرت بدي أنتج هون. فإذا ماذا ننتج تغير الجواب تاع ماذا ننتج. مين اللي قال له يغير؟ طبعا هو منه لحاله، طبعا مش منه لحاله، مش إنه يعني هو اللي حدا جبره، لأنه لما إجت لعنده ليلى قالت له شو رأيك ننتج هون؟ ما حدا كان جابره، بس هو قرر، قال لك إيه ننتج هون. أوكي، فإذا ماذا ننتج؟ قرر إنه يتخصص بالغذاء. كيف ننتج؟ ما تغيرت التكنولوجيا، طريقة الإنتاج هي ذاتها ما تغيرت. ولمن ننتج؟ قرر أن يتأصهم الإنتاج بينه وبين ليلى. أوكي؟ طيب هلأ إذا أني بشي هون، وهون تنتبهوا لي شوي لهذا الموضوع لأنه بدنا نحكي شوي، نتفلسف شوي هلأ. ليش نعمل؟ في يعني نحن كمجتمع كمجتمع بلبنان، المجتمعات كلياتها، الدول بالعالم كلياتها، في عنا شيء بنسميه الاقتصاد الموجه، يلي هو الاقتصاد الشيوعي مثلا، مثل كوريا الشمالية.
وفي عنا الاقتصاد الحر يلي كل واحد بيعمل اللي بده اياه تقريبا. في حالة الاقتصاد الحر هذه القرارات كلياتها ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج، تعود للحكومة. ماشي الحال؟ مثل مين؟ هذا الاتحاد السوفيتي السابق، يعني لما كان في عنا دولة الاتحاد السوفيتي، روسيا والدول اللي حواليها كان الاتحاد السوفيتي، وكوريا الشمالية، كوريا الشمالية بعدها موجودة. فإذا ماذا ننتج؟ هون الحكومة بتقرر شو بدنا ننتج. الحكومة بتقول أنا بدي أعمل هون معمل صواريخ، أنا بدي أعمل معمل سجاد، أنا بدي أعمل معمل ثياب، أنا بدي أعمل معمل للذرة. الحكومة اللي بتقرر بدنا نعمل طريق ولا ما بدنا نعمل طريق. الحكومة اللي بتقرر هذه الأرض شو بدنا نزرعها وهذه الأرض شو بدنا نزرعها وهذه المزارع هون وهذه المزارع هون شو بدنا نعمل فيها. كلها قرارات حكومة. كيف ننتج؟ كمان الحكومة بتقرر، بتقول هون بدي أحط مكانات، هون بدنا نجيب شغيل يشتغلوا عليهم. ما في حدا، ما حدا بيقرر، الحكومة هي اللي بتقرر. طبعا الحكومة عم نحكي مرات ممكن الحكومة الاتحادية، ممكن حكومة الولاية، ممكن البلدية، هذه كلها أشكال من الحكومات. لمن ننتج؟ كمان الحكومة هي بتقرر قديش معاشات الناس، وكمان الحكومة هي اللي بتقرر كل واحد قديش قدرته الشرائية. يعني إذا مثلا الحكومة قالت أنا بدي أعطي معاشات عالية للمعلمين، بدي أخفض معاشات الدكاترة مثلا، هذا قرار حكومي. الحكومة بتقرر انه انا بدي ازيد رواتب العمال، او بدي ازيد رواتب المزارعين، بدي اخفض رواتب مثلا الباحثين اللي بيشتغلوا بال شو اسمه اللي بيشتغلوا بالامراض مثلا، ما بدنا نعطيهم معاشات عالية لسبب او لاخر. الحكومة هي اللي بتقرر هذه المواضيع. مثل هلا مثلا الحكومة مثلا بتكون الحكومة الروسية مثلا أو الاتحاد السوفيتي لو بعد موجود، بتقول بدي كل الباحثين البيولوجية أو تعول المايكرو بيولوجي يروحوا كلهم يتفرغوا هلا، بدي يلاقوا لنا شو اسمه يلاقوا لنا مصل أو شيء لمواجهة الكورونا. الحكومة اللي بتقرر وبتقول لهم اتركوا لي كل شيء واشتغلوا هون. هذا بحالة الاقتصاد الموجه. أما بحالة الاقتصاد الحر يلي معظم بلادنا فيهم هلأ، يلي بنسميها الاقتصاد الحر، لسفير لسي باسي، لسفير لسي باسي، دعه يعمل دعه يمر. هون الحكومة لا تتدخل. مين اللي بياخذ القرارات؟ ملايين الأفراد يوميا يتخذون قراراتهم، هن بياخذوا قرارات لحالهم، ملايين الأفراد. يعني خليني اقول هلا مثلا نحن عنا مش عنا بلبنان بس بامريكا، هلا في شركات قالت هي نحن هلا بدنا نحط كل الموارد تاعتنا لانتاج مصل او لانتاج فاكسين لحارب الكوفيد 19. مش الدوله قالتهم، مش بالضروره ابدا الدوله تكون قالتهم، هن بيقولوا نحن بدنا نعمل هذا الشيء. اوكي طيب الدولة ما بتتدخل بالقرارات، و كيف تذهب قبل ما نوصل له. طيب بحالة الاقتصاد الحر ماذا ننتج؟ قلنا مثل ما قصة الكوفيد 19 ماذا ننتج؟ نحن بلبنان قررنا انه بدنا ننتج محلات لبيع الاكسسوارات تاع الموبايلات. هلا من 20 سنة مثلا اذا كنتوا بتبرموا بقلب المناطق تاعولنا كنتوا يمكن بعضكم مش خلقانين، بتلاقوا ما في محلات لبيع اكسسوارات التليفونات والموبايلات قد ما في هلا. اوكي بتلاقوا شايفين هلا البنات مثلا بيحطوا على طول ستيكرات على الموبايلات تاعتهم هيك وردي وقلوب وزهور وما بعرف شو. هول بالاول ما كانوا موجودين، بس بعدين في ناس قررت انه تصير تنتجهم لهول. شو اللي بيخليهم ينتجوهم لهول؟ مين اللي قال لهم؟ هن بحد ذاتهم هن قرر المنتج هو ينتجهم لهون. اوكي طيب هلا شو اللي بيعرفهم هن انه نحن لازم ننتج هول الشغلات هون؟ يعني على اي اساس هو بيقرر انه بدي انتج هذه السلعه او لا؟ هون بدنا نروح على شيء بنسميه نحن هون سيادة المستهلك. نسميها سيادة المستهلك. هون اللي هون رح ارجع لهول بعد شوي.
فإذا شو اللي بيخلي العالم تنتج سلعة معينة؟ سيادة المستهلك. شو يعني سيادة المستهلك؟ consumer sovereignty. الconsumer sovereignty أول شغلة هون، أنا بعرف إنه عادة بالاقتصاد الحر المؤسسات بدها تربح، همها الأساسي هي إنه تربح. أوكي؟ طب أنا لما بدي أربح شو بدي أعمل؟ بدي أرضي الزبائن تعودي. فإذا بالاقتصاد الحر المنتجون بدهم يربحوا، ولكن لأربح أنا بدي أنتج ما يرغبه المستهلكون. إذا المستهلكون بدهم سلعة معينة بروح أنا بنتجها، إذا ما بدهم سلعة معينة ليش بدي أنتجها؟ أوكي؟ يعني خليني أقول هلأ مثلا طلع خبر بالجريدة أن التفاح الأخضر منيح للصحة وكثير منيح للوجه وللبشرة، ثاني يوم بتلاقوا الصبايا كلهم نزلوا على السوق بدهم يشتروا تفاح أخضر. طب أنا البستان تعولي كله تفاح أحمر، شو بدي أعمل بالحالة؟ بدي أصقصه كلياته وطعمه تفاح أخضر. لا، لأنه أنا هدفي أنه أربح، بدي بيع أكثر. طيب شو اللي بيعرفني؟ خلينا نكفيها هذه هلا بعد شوي. بالتالي يمكن القول أن مزيج الإنتاج وتوزيع موارده يتحدد بأذواق المستهلكين. أوكي؟ هون بنكفي طبعا. المنتجون هي مؤسسات حرة، وهي مثل ما قلنا غايتهم الأولى هي الربح. أوكي؟ هلا في ناس بيقولوا الاقتصاديين انه تعود اللي بيأيدوا السوق الحرة بيقولوا بأنها تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والمزيج. تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والمزيج، يعني المزيج في الإنتاج. بأي معنى تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج؟ تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج لأنه أنا لما أكون بالسوق أنا منتج وعم بنتج أشياء لحالي بالسوق، أكيد رح نقي أرخص طريقة للإنتاج. إذا ما نقيت أرخص طريقة، يعني أنا بدي طريقة الإنتاج أو بدي التكنولوجيا أو بدي وسيلة الإنتاج يلي بتخليني أنتج الماكسيموم بأقل تكاليف ممكنة. إذا ما عملت هيك بيطيروني من السوق، بصير بخسر لأنه في عندي منافسة. أوكي؟ إذا هون صار في عندي كفاءة في الإنتاج. كمان مؤيد السوق الحرة بيقولوا أنه تؤدي إلى المزيج في إلى كفاءة في المزيج. طبعا لا، لانه انا لحقق ربح بدي اعمل اللي بده اياه العالم مش اللي بدي اياه انا. اوكي، انا بدي انتج اللي بدي اياه الناس مش اللي بدي اياه انا. وهون انا بعرف ناس مثلا كانوا يقولوا انا اذا بدي افتح محل ما ببيع الا اشياء فخمه مرتبه. فيك تعمل تبيع اشياء فخمه مرتبه، بس تفتح محل بس، ولكن مين بده يجي لعندك؟ انك انت كلاس يعني بدك تفتح محل ما مرتب، بس السوق ما بيطيرك. السوق مع العالم كله هلا ما حدا قادر يشتري هالاشياء الكلاس والمرتبين. طيب هلا في نقطه هون بدي ارجع لها اللي كنا حكينا عنها قبل شوي، اما كيف تتناغم القرارات الافراد، فالاقتصاد الحر يلجا الى الاسواق الحره والى المؤشر الرئيسي في الاسواق وهو السعر. شو دور السعر؟ وهي هالنقطه اللي بدي احكي عنها هلا هون. أوكي. لا قبل فيها النقطة، طبعا يتوسع الإنتاج في السوق بحسب الدخل. طبعا اللي دخله أعلى بيشتري أكثر، بيقدر يشتري أكثر. على هيك أنتم بتلاقوا في كتير محلات، في كتير مؤسسة، في كتير ناس وكتير دول تسعى لزيادة تتعلم أكثر وتستثمر أكثر ليزيد دخلها، لا تقدر شو اسمه تزيد الاستهلاك تعوله. أوكي، هلا هون بيجي للأسعار. طلع بالأسعار دور المؤشر الرئيسي. أنا تتذكر لما كنت عم قلكن عن التفاح الأخضر، أنا شو عرفني أنه العالم بدأ تفاح أخضر؟ ما هو ليكو لما العالم كلها تنزل على السوق بدأ تفاح أخضر، بيزيد الطلب على التفاح الأخضر، بيزيد سعره. بصير أنا بقول، أنا كمزارع بيجي بيقول لي التاجر الشملي عندك تفاح أخضر، أنا مستعد أدفع لك أكثر لحتى التفاح الأخضر إذا في عندك، عم نشتري بسعر عالي. ساعتها أنا هون بعرف إنه التفاح الأخضر له سعر بالسوق أعلى، ساعتها بقلب على التفاح الأخضر. أوكي؟ هون طبعاً أسعار المدخلات أي العمل ورأس المال والأرض تحدد كلفة الإنتاج. وعندي كمان أسعار مختلف أنواع العمل تحدد أجور مختلف الوظائف. هذه كلها عم تحدد لي تكاليف الإنتاج.
وهون في عندي كثير قرارات تاخذها الاقتصاد الحر قائم على مقارنة الأسعار والتكاليف. يعني في عندي أسعار السلع اللي ببيعها وأسعار السلع اللي بدي أشتريها، وكثير قرارات لما بدي أخذ قرار أني كمؤسسة بنتج، عم بدي أقول بدي أنتج تفاح أخضر ولا ما بنتج تفاح أخضر، بصير بشوف قديش بكلفني لأنشو وقديش بدي أقدر بيعه. على هيك قصة الأسعار بالاقتصاد الحر كثير بتلعب دور أساسي، وعلى هيك بيسموا مرات نظرية الاقتصاد الجزئي، بيسموها مادة الاقتصاد الجزئي بيسموها نظرية الأسعار. أوكي، بعد في عندي 2 سلايد هون بدي أخلصهم. الاقتصاد المختلط، ما الاقتصاد المختلط هو في شوي موجه وفي شوي في شوي حر، بيكونوا مخلوطين مع بعضهم. مثلا نحن عندنا بلبنان سعر ربطة الخبز ما بتحدده السوق، مش السوق اللي بيحدده سعر ربطة الخبز، الدولة اللي بتحدده. أوكي، التعليم الرسمي مش متروك للقطاع الخاص 100%، الدولة في بتتدخل بالقطاع بالتعليم الرسمي، على ذلك فاتحين الجامعة اللبنانية. أوكي، الضرائب تلعب دور، يعني هذا التدخل كيف بيكون، ممكن دولة بتتدخل عن طريق الضرائب والإنفاق الحكومي، عن طريق القطاع التربوي الطبي النقل، هذا كله دولة عم تتدخل فيه مرات، وطبعا عن طريق التشريعات. يعطيكم ألف عافية، وهون بنكون خلصنا هذه المحاضرة. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية لما نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء بنحكي بنحل العمل يلي قلنا عنه، و بنحل العمل اللي قلنا عنه بنبلش بالفصل الثالث.